بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض كورس ويندوز 10 اسينشال بيجنر. هنتكلم النهارده ان شاء الله على جزئيه ايضا تانية ظريفه وسهله وبسيطه، وهي الستارت من يا شباب. خلصنا التاسك بار. التاسك بار ما فيهوش حاجه، متقسم لثلاث اجزاء. من ضمن الاجزاء اللي متقسم ليها هو الستارت منيو. الستارت منيو يا شباب بيحط لك كل البرامج اللي انت مسطبها والخاصه بالسيستم في الجزئيه اللي في النص ديت، ولو جيت وقفت هنا هو عامل لها سورت بالحروف. يعني لو انا بدور على مايكروسوفت اوفيس هجيب حرف الام، الاقي مايكروسوفت اوفيس متسطب عندي هنا وما الى ذلك. ارجع تاني اجيب مثلا حرف السي وما الى ذلك، واجيب الشباك علشان يجيب لي القائمه الرئيسيه تاني، او يجيب لي كله من A to Z زي ما كنا. طيب الجزء التاني، الجزء ده خاص بالكويك اكسس يا شباب، او مجموعه برامج او ابلكيشن انت بتبقى عايز توصل لها بسرعه، فبتحطها في الجزء دوت وبتنسقها بالتنسيق اللي انت عايزه. هو هنا عامل سيكشن اسمه برودكتيفيتي مثلا، وحاطط لي فيه الاوفيس والايدج والمايكروسوفت ستور. تقدر انت تكاري سيكشن تاني هنا وتالت وما الى ذلك. طيب الجزء الثالث اللي هو الجزء اللي بيكون فيه اليوزر، ان انت تقدر تعمل لوك اوف او سويتش يوزر او وات ايفر. لو جيت كليك يمين هنا على اسم اليوزر هتلاقي السويتش يوزر والساين اوت واللوك والتشينج اكونت سيتنج، دي بتوديك للسيتنج. وحاطط لك هنا الديكومنت والبيكتشر والسيتنج لو انت عايز تروح للسيتنج بتاعتك او بتاعت الويندوز، والباور هنا لو انت عايز تعمل ريستارت او شوت داون او سليب. فدول الثلاث اجزاء اللي بيتكون منهم الويندوز بتاعنا شباب. وفي نفس الوقت بيديك صلاحيه ان انت تقدر تعمل استريتش، بيكبر معاك وبيطول وبيقصر زي ما انت عايز على حسب عدد الابلكيشنز اللي انت هتحطها في الجزئيه دي. طيب واداك اوبشن تاني ان انت تقدر تحول الستارت منيو دوت للفول سكرين يا شباب زي ما كان موجود في الويندوز 8 او ال 8.1. لو جينا هنا وجينا في السيتنج البيرسوناليز هتلاقي الستارت، هتقول له هنا يوز ستارت فول سكرين، هتخليها اون. ما تيجي بقى تدوس على قائمه ستارت هتلاقيها فرشت في السكرين كلها زي ما انت شايف كده، ما عملهاليش ثلاث اجزاء زي ما كانت، هو فرشها لي في السكرين كلها، وترجع تشيلها تاني وما الى ذلك. طيب هنرجع تاني نعمل لها اوف علشان يرجع لنا بشكله الطبيعي. طيب انا دلوقتي مثلا بشتغل على الافتر افكت ده كتير، هسحب الافتر افكت يا شباب وابتدي احطه هنا، هينزل لي كرابط، مش هيتشال من الرابط الاساسي بتاعه او من تحت الحرف بتاعه في البرامج، ولكن هينزل لي هنا ككويك اكسس عشان ما اقعدش ادور عليه. هنقول مثلا ان البرنامج ده تحت شويه زي مثلا الاوبرا مثلا، فهسحبه وهيبقى موجود عندي في الكويك اكسس بتاعتي. طيب لو انا عايز اشيله طبعا نفس الكلام، هكليك يمين عليه واقول له ان بين فروم ستارت، ولو عايز اضيف هنا برضو كليك يمين واقول له بين تو ستارت، هيبتدي يحطها لي هنا. واجي هنا بقى، هو هنا عمل لي جروب تاني اهو، اقدر اسمي الجروب دوت، اقول مثلا ماي بروك، اوكي ماي بروك، تمام بس. وتبتدي تقسم الستارت منيو زي ما انت عايز. هي دي كده بكل بساطه شباب كانت قصتها. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.